العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين الصادق الوعد الأمين. إنه لمن دواعي الغبطة أن نلتقي هذا الجمع الواعي المؤمن بالثقافة ودورها وبالكتاب وأهميته في صنع حالة ثقافية نخبوية. الملتقى الأول للكتاب الذي يقيمه منتدى البيت العربي الثقافي ما هو إلا نتاج جهد وعمل دؤوب ليخرج بأبهى الحلل وينال ذائقة المتلقي مؤمنا بقيمة الكتاب والكتاب ودورهم في التأثر والتأثير وإيجاد حالة وطنية داعمة للنشء والواعدين من شبابنا التواقين للأدب والثقافة والمعرفة. هو لمن يأخذ بأيديهم ويوجههم نحو الطريق القويم ليكونوا بعلمهم وثقافتهم الدرع المتين بنهضة الوطن. السادة الحضور الأكارم، في هذا اليوم الأغر ابتدأت فعاليات ملتقى البيت العربي للكتاب ظهراً في مقر المنتدى بحفل توقيع جماعي كتب فردية لمجموعة من الشباب الواعدين في المحافظات الأردنية المختلفة. استعرضوا خلاله إنجازاتهم سعيدين بهذه المبادرة التكريمية. هذا وتستمر أعمال الملتقى 3 أيام. غدا بإذن الله ندوة حوارية الساعة 5 مساء في هذا المكان المشرق تحديدا. وينتهي أعمال الملتقى بعد غد بإقامة معرض الكتاب المجاني في مقر المنتدى من الساعة 4 إلى الساعة 7. الإخوة الحضور، نشكر لكم حضوركم البهيج. نشكر مركز الحسين الثقافي بإدارته وكادره على هذا الدعم وعلى هذا الحضور وعلى هذه الاستضافة الكريمة. كما نشكر جميع الداعمين الذين دعموا هذا الملتقى على شتى في شتى المجالات، سواء دعم مادي أو دعم لوجستي أو أي دعم آخر. وأيضا نشكر منتدى البيت العربي الثقافي ممثلا بجناحي الأستاذ المهندس صالح الجعافر رئيس منتدى البيت العربي، والسيدة الأديبة ميرنا حتقوى أمين سر المنتدى ومديرة هذا الملتقى. ونشكر الهيئة العامة والهيئة الإدارية ممثلة بالجميع، وقبل ذلك نشكر حضوركم الوارد. في هذه الحوارية الرائقة التي تأتي بعنوان أهمية الكتاب في نشر الثقافة، أما قبل فإننا نشكر عطوفة الدكتور ثامر الشوبكي مدير دائرة المكتبات في أمانة عمان. وأيضا نشكر المهندسة قمر النابلسي عضو مجلس أمانة عمان وأيضا عضو الهيئة الإدارية في منتدى البيت العربي. أهلا بك سيدتي مرة أخرى. طبعا هذه الحوارية سوف يعني نستعرض خلالها محاور عدة مع الضيفين الكريمين، ومن ثم سوف يترك مجال للحوار والمداخلات والنقاش. فنرجو من الجميع حسن الإصغاء والالتزام بالوقت المحدد، يعني المحاور لا يستهلك وقتا كثيرا، يعني على الأكثر 3 دقائق حتى نتمكن من الإجابة إذا كان هناك استفسارات،
أو حتى يأخذ الجميع حقه. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نرحب بك دكتور ثامر الشوبكي مدير دائرة المكتبات، وأنت يعني من الناس المعروفين جدا بانتمائهم الثقافي سابقا ولاحقا، والآن نتمنى أو نرجو منك بداية أن توضح لنا آلية عمل دائرة المكتبات ودورها في تنشيط العمل الثقافي ورعاية الشباب. الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. أسعد الله مساءكم نخبة من المثقفين والشعراء والكتاب، وأنا في حضرة العلم في حضرة الشعر أقول وأستذكر قول القائل: فمي يفتش عن فمي والمفردات حجارة وترابة. أسعد الله مساءكم مرة أخرى، وأشكر هذا الملتقى على هذه الأمسية الثقافية، وليست الأولى ولا الأخيرة. أنا متابع لهذا الملتقى النشيط في عقد هذه الندوات والمحاضرات والفعاليات الثقافية، وأشكر المقدم الزميل، وأشكر حضور زميلتي السابقة والحالية مهندسة قمر على هذه المشاركة في هذه الأمسية. أمانة عمان كما تعلمون تبنت العمل الثقافي والتنموي إلى جانب تقديم خدماتها كبلدية متميزة، وكان لها شرف الحضور في والمشاركة في العديد من الفعاليات الثقافية الدولية والشريك استراتيجي لكافة الوزارات، ومنها وزارة الشباب ومنها وزارة التنمية ومنها وزارة الثقافة، والعديد من الوزارات كانت أمانة عمان شريك وربما منافس في بعض القطاعات. نحن كأمانة عمان الكبرى لدينا قطاع يسمى قطاع التنمية المجتمعية، ومن خلال هذه القطاع تكون إحدى أذرع أمانة عمان الثقافية دائرة المكتبات العامة، وهي دائرة التي تشكلت في عام 1960 في أول مكتبة في عمان، في 1960 في مبنى أمانة عمان القديم. كانت هذه النواة الأولى للعمل الثقافي لأمانة عمان الكبرى. دائرة المكتبات اليوم بكل فخر تتكون من مركزها الرئيسي في وسط البلد و 32 موقع فرعي، مكتبة فرعية موزعة في العاصمة الحبيبة عمان، وأكثر من 20 مركز تكنولوجيا معلومات أيضا منتشر على أرجاء هذه العاصمة. أمانة عمان ومن خلال دائرة المكتبات وهدفها الاستراتيجي رفع مؤشر الثقافة والعودة للقراءة الورقية ودعم الكتاب والمفكرين من خلال دائرة المكتبات، ومن خلال تبنيها النشر، أمانة عمان هي ناشرة ومجان للكتاب والأدباء والمفكرين من يلجؤون إلى أمانة عمان لكتاب لطباعة منشوراتهم. بالإضافة إلى أن أمانة عمان كانت لها مبادرات واسعة في هذا المجال وفي الكتاب تحديدا من خلال فروعها ومن خلال مركزها الرئيسي. هذا بشكل تعريف شكلي لدائرة المكتبات ومهامها الأساسية. بارك الله فيك دكتور ثامر. طبعا قبل أن ننتقل للمهندسة قمر النابلسي، لا يسعنا مرة أخرى إلى أن نشكر منتدى البحث العربي الثقافي ممثلا بهيئته العامة والإدارية، وأيضا مع هيبة هذا المكان وهيبة الموجودين نستمعكم عذرا بكلمة ترحيبية من الست ميرنا ممثلة المنتدى البيت العربي الثقافي. نرحب بالست ميرنا كمان. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المفروض الكلمه قبل، بس يبدو انه الاستاذ شفيق بزحمه. الساده الحضور، اصحاب السعاده والعطوفه، كل باسمه وبصفته يرحب بكم اجمل ترحيب باسم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي الاستاذ صالح الجعافره والهيئتين الاداريه والعامه
في ثاني فعاليات ملتقى البيت العربي الأول للكتاب. هذا المشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ثقافة الكتاب ودورها المهم في إعادة العلاقة للكتاب والقراءة. أتوجه بجزيل الشكر لكل من وقف معنا في هذا المشروع إنجاز التعبير. بداية أمانة عمان الكبرى دائرة المكتبات ممثلة بمديرها عطوفة تامر الشوبكي الداعمة لنا دائما من خلال الشراكات الكثيرة والعديدة التي عملنا معا بها التي تتعلق بالقراءة والكتاب. ثانيا وزارة الثقافة وأخص بالذكر الدكتور سالم الدهام مدير الدراسات والنشر في الوزارة. ثالثا مركز الحسين الثقافي ممثلا بمديره عطوفة أيمن خليفات وكادر مركز الحسين الثقافي. عطوفة نضال العياصرة مدير دائرة المكتبة الوطنية الذي سيشارك في الندوة الحوارية التي ستقام غدا إن شاء الله. المهندسة قمر النابلسي عضو مجلس أمانة عمان ونائب رئيس المنتدى على حضورها اليوم للمشاركة في هذه الحوارية. للشباب والشابات الذين جاءوا من المحافظات الأردنية من الشمال والجنوب للمشاركة في حفل التوقيع المجاني في حفل التوقيع الجماعي الذي أقيم صباح هذا اليوم في المنتدى. شكرا للشعراء والكتاب الذين قدموا إنجازاتهم ودواوينهم للشباب والشابات وأهدوهم ما كتبوا ليكون منارة لهم في بداية طريقهم. أذكر الروائي أيمن دعتوم، الروائية عنان محروس، الشاعر محمد خضير، الشاعر علي الفاعوري، الأستاذة رولا عصفور القاص والروائي مجد دعيبس والشاعر حسن جلمبو. الشكر للبنك التجاري الأردني، لكادر الإعلاميين في الدستور وعمون، للمصورين الذين تكثروا بتغطية فعاليات الملتقى. وكذلك أخص بالشكر دار أروقة الفكر ورئيسها حسام الرقب والتي هي البوابة بيننا وبين المبدعين الشباب. لم أذكر جميع هذه الأسماء عبثاً، إنما لأؤكد أن أي عمل مهما صغر أو كبر ما هو إلا مجهود جماعي لمن آمن بأهمية العمل التطوعي. فكيف إذا كان هذا المشروع مشروع كتاب؟ منتدى البيت العربي الثقافي هيئة ثقافية عمانية تعمل لأجل الثقافة وبجهود جماعية تطوعية، لأنها تؤمن أن العمل حياة وتؤمن بأهمية الثقافة ودورها في نهضة الأمم والمجتمع بكافة أطيافه وشرائحه. نحن هنا في الملتقى الأول للكتاب الذي سيكون بإذن الله من أهم فعاليات المنتدى السنوية وسيوضع على خارطة طريقنا التي ستكتمل بدعم ومساندة المؤسسات الوطنية الرائدة ومدرائها الأفاضل. وختاماً لا يفوتني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ شفيق العطاونة شريكي في الإعداد والتنسيق لهذا الملتقى والأستاذ محمود الداود عضو الهيئة الإدارية ورئيس اللجنة الإعلامية في المنتدى على التغطية والإعلامية لفعاليات الملتقى وفعاليات البيت العربي بوجه عام. دمتم بخير وأسعد الله مساءكم وشكرا لكم لحسن الإصغاء. على هذه الكلمة رائعة سميرنا، وحتى نتدارك ونتلافى نقول ما قاله الشاعر لها وللمنتدى ولكم جميعا: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود انصار تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم ببقاع الله أمطار. فتحية لك مرة أخرى. أهلا وسهلا مهندس قمر. طبعا للثقافه وللمثقف ادوار كثيره وعديده، وهناك اختلافات كثيره على تعريف من هو المثقف وما هي الثقافه. حبذا لو استمعنا لرايك في هذا المجال، ما هي الثقافه؟ من هو المثقف كما تنظر له الاخت والمهندسه قمر النابلسي؟ السلام عليكم واسعد الله مساءكم بكل خير. يعني بداية اليوم احنا هلا شفنا انا والعطوفة ثامر بيك بجنوب عمان بحدائق الملك عبد الله الثاني، واليوم تم افتتاح فرع لشومان، مكتبة شومان. يعني مرات بكون الواحد هيك شوي يائس وخلص، يعني موضوع الكتاب والثقافة عم بتراجع، لما يرجع يشوف هيك فعاليات ويشوف الإقبال اللي كان بالمكتبة تقول لا لسه يعني
ممكن نرجع نحكي موضوع الكتاب والكتابة لما له من أثر على موضوع الثقافة. يمكن أنا بالنسبة إلي زي ما بيحكوا مرات في الناس بتعتقد أن الثقافة هو يعني ميل أو صفات عند الأفراد أو عند فرد إما يتصرف بحضارة بذوق باحترام، أو يعتقد البعض أنه هو نتائج، هو الثقافة هي النتاج العلمي أو التعليمي أو حتى النتاج التخصصي في مجال من مجالات العلم والثقافة والمعرفة. لكن في الواقع الثقافة هي أكبر من هيك بكثير، يعني هذا اللي إحنا حكيناه هو في الواقع يعني جزء بسيط من موضوع الثقافة. يعني الثقافة هي في الواقع خلينا نقول هي الكل المركب. الكل المركب يعني هي معرفة، معتقدات، القانون، الفن، العرف، العادات، التقاليد. هاي هي الثقافة اللي هي تراكمت عبر السنين الطويلة، وهو السلوك الإنساني، السلوك الاجتماعي، هذا كله سوى ثقافتنا. يعني بينولد الفرد، بتعلم من اللي عم بيشوفه بمجتمعه، بتتكون ثقافته، وبعد هيك بيصير في تفاعل مع باقي أفراد المجتمع وبتتكون ثقافتهم. هاي هي الثقافة أنا في نظري اللي هي بتشمل كل هاي الأشياء، واللي هي الأدب أو المنتج الأدبي أو الثقافي هو جزء منها. أما المثقف يا أستاذ، أعتقد أنه كتير في دائماً عليه جدل، من هو المثقف؟ هلأ في ناس تقول لك المثقف هو الشخص الذي يحمل مثلاً درجة علمية، هو الشخص اللي مشهور، هو الشخص يعني اللي عنده الأكاديمي مثلاً. لكن في ناس كتير يقول لك لا، الشخص المثقف هو اللي عنده العلم والمعرفة بغض النظر عن الناحية العلمية الأرجح، والكثيرين يقولون إنه الشخص المثقف إذا لم تنعكس كل هاي المعرفة والعلم وسعة الأفق على شخصيته وعلى أخلاقه هو ليس مثقف. الشخص المثقف إذا لم يكون ضمير لمجتمعه، كيف أنا أمن أنا هكذا أرى المثقف؟ إنه ما هو دور المثقف التوعي؟ إذا إحنا وصلنا واتفقنا أن المثقف هو الذي يمتلك المعرفة والعلم وانعكست على سلوكياته وعلى أخلاقه وانعكست على تفاعله مع مجتمعه، أنه يعرف شو المشكلات ويحاول أنه يجد مع الآخرين حل لها، يشعر بآلام وآمال مجتمعه، هذا هو المثقف بنظري. واللي يمكن أنا دائما هاي بحكيها الجملة، المثقف إذا لم تنعكس كل هاي الثقافة اللي عنده والمعرفة وسعة الأفق على أخلاقه وعلى إحساسه بأمته بمجتمعه هو ليس مثقفا. شكرا لك ست قمر على هذا التوصيف، يعني كما ترينه لمثقف وللثقافة مع اختلاف وجهات النظر. اللي من عنده حديث حول ذلك سوف يعني نلجأ إلى ذلك في حوارنا. عطوفة الدكتور ثابت، نعلم جميعا أن معارض الكتاب التي تقام سنويا لها أدوار رائعة في يعني تنشيط دور النشر، تنشيط الأدب والثقافة، ولكن هناك بعض المثالب أو بعض السلبيات التي يجب أن نتلافها. في رأي الدكتور ثامر وهو مطلع على ذلك، ما هي أو ما لها وما عليها هذه دور معارض الكتاب؟ ما لها وما عليها؟ طبعا احنا لا شك الأيام هاي بنعيش عزوف عن القراءة وهجرة هجرة للكتاب والقراءة في ظل خلينا نحكي السحابة الإلكترونية السائدة. ينبغي على كل الجهات المعنية في هذا الموضوع والمعنية في التنمية الثقافية والمعنية بالثقافة بشكل عام مراقبة هذه المؤشرات، ينبغي عليها أن تتكاتف جميعا للعودة إلى الكتاب ولتنشيط الفعاليات الثقافية للقراءة الورقية ومعالجة مشكلة العزوف عن القراءة. الوسائل الإلكترونية ليست بديلا للكتاب إنما هي معززة للكتاب. ينبغي أن نعي هذه المسألة بأن الوسائل الإلكترونية ليست بديلة عن الكتاب، الكتاب هو الأساس. كيف لا، القرآن الكريم هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه، ترجمة في كتاب ولم تترجم بشيء آخر. فالكتاب أولا ثم الوسائل الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية تحتوي الكتاب لما له من أهمية.
فلذلك أنا أعتقد أن هناك يجب أن يكون تكاتف وتناغم حكومي في معالجة مسألة العودة للكتاب وتكثيف الفعاليات الثقافية، ليست فقط حراك ثقافي على مستوى معين أو لمجال معين أو لتجارة معينة، وإنما ينبغي أن يكون هناك تكاتف في معالجة المشكلة بشكل عام في مختلف المحاور. وأنا أتحدث عن البيت وعن الأسرة وعن محور المدرسة والتعليم وعن محور المجتمع، فليس فقط المدرسة هي المعنية في القراءة. القراءة المنهجية أنا أعتبرها قراءة إجبارية وليست غاية من الثقافة وليست، ولكن مع بعض الدراسات الموجودة والمخيبة للآمال وإن اختلفت في نسبها، ولكن هي نسبة متدنية جدا في العالم العربي، يعني معدل في بعض الدراسات 6 دقائق قراءة لا منهجية، طبعا لا أقصد قراءة منهجية، قراءة الطلاب، قراءة الطفل العربي معدل قراءته 6 دقائق في السنة أو في الشهر. الدولي الوحيد في الأردن، لكنه متواضع بالنسبة للدول الأخرى، لكنه جيد ممتاز وهناك إقبال عليه، لكن ينبغي أن يكون هناك تكثيف لهذه الأعمال في المعارض. لذلك لجأت أمانة عمان إلى المعارض المجانية في مختلف عمان وفي المحافظات أيضا، وخصصت ميزانية جيدة لهذا الموضوع، وفتحت في كل المحافظات، والحمد لله أنهت مبادرة كتاب حضارتنا في كل محافظات المملكة لتبرع ب4000 كتاب في كل محافظة، بالتنسيق طبعا مع مراكزها الثقافية وبلدياتها وجامعاتها، ونالت حصتها، جاء جميع المحافظات نالت حصتها من هذه المبادرة 4000 كتاب مجانا. بارك الله فيك، يعني حابب لو توسعت في هذه المبادرة 4000 كتاب مجاني للمحافظات عن آلية مثلا اقتنائها من قبل المرتدين أو المتذوقين. طبعا هذه الكتب المقتنيات أمانة عمان الكبرى، أمانة عمان الكبرى لديها مقتنيات كتب قيمة وعديدة ووفيرة، منها ما تم شراءه من معارض دولية ومحلية، ومنها ما تم شراءه من دور النشر، ومنها ما تم نشره من قبل أمانة عمان الكبرى لكتاب وأدباء أردنيين. لديها آلاف ومئات الآلاف من الكتب، فلجأت أمانة عمان إلى الخروج للمحافظات لمعالجة الثقافة. ليس لا تقف أمانة عمان تحدث العاصمة في موضوع التنمية، وإنما هي شريك استراتيجي لكل بلديات المحافظات والمراكز الثقافية المنتشرة على أرجاء هذه المملكة. طبعا هذه الكتب عندما نتوجه للعامة نحن نتوجه للعموم، لا ليست خاصة في حق معين من العلوم، إنما هي وفيرة من حيث العلوم المتعددة والكلادان والشعر والعلوم الطبيعية والتربية الوطنية والرياضيات واللغات، كافة العلوم، حتى حصة الأطفال لم نتوانى عن دعمها بشكل كبير في المحافظات، وقدمنا كتب وفيرة وجديدة لزوار هذه المعارض من الأطفال، تقدم بالمجان لزوار هذا المعرض، لزوار هذا المعرض في هذه المحافظة. طبعا احنا بلشنا من أربد وأنهينا الحمد لله رب العالمين في معان، هذا الأسبوع هنا في معان لتكتمل جميع المحافظات، وكانت منذ انطلاقتها في أربد ومحافظات تخاطب لي من حصتها يعني من هذه المعارض، الحمد لله كان مؤشر جيد وإقبال وفير. احنا كان المعرض مدته من 10 للساعة 3، كنا ننهي قبل الساعة 3، ممكن 1:30 2 يكون المعرض منتهي بجميع كتب المعروضة فيه. جهد يذكر فيشكر لأمانة عمان وللثقافة، ويعني هذا دائب المخلصين والمخلصين في التوعية المجتمعية. ننتقل مهندس قمر للتوعية الاجتماعية، وأنت عضو أمانة عمان وأنت يعني ميدانية أعتقد أكثر من مكتبية، تتلمسين هموم القارئ وهموم المجتمع. أهمية الكتاب ودور الكاتب في تلمس هموم الأمة، وعلى من تقع المسؤولية في ابتعاد أبنائنا وشبابنا عن القراءة؟ يعني أنا أعتقد أنه تقع أول شيء على البيت، يعني أبنائنا هلا زمان ما كان في هاي المشكلة، فكان يعني على قليلة كان الآباء يشتروا هاي القصص، فالأبناء شوي يعني ها يقرأوا، هلا ما في. وخلينا نحكي قبل، هلا بدي أخلص من ابني 3-4 ساعات بعطيها، وممكن في أطفال أنا بعرف بعده 6 و7 ساعات على التليفون أو على التلفزيون.
أنا دائماً يمكن بحكي إنه اللي بده يقدم على خطوة الزواج إذا ما كان لسه مش متأكد مش جاهز ما يقدم عليها. على فكرة هاي مسؤولية كبيرة وخاصة لما يصير في عندنا أطفال. فأنا أعتقد زي ما بنحكي دائماً إحنا من الأساس العائلة، البيت هي اللبنة الأساسية ببناء المجتمع. فإذا إحنا كآباء وكأمهات ما حرصنا على موضوع القراءة للأطفال، وزي ما حكيت أستاذ شفيق أهمية الكتاب مش بس والله بعلم المعرفة وخاصة للأطفال بهاي الأعمار، يعني هلأ هو عالم آخر، يعني قديش بيكون في مخزون لغوي. الأطفال اللي بتعودوا على القراءة قديش بيستطيعوا يعبروا عن نفسهم ويعبروا عن مشاعرهم، لأنه صار في عندهم مخزون لغوي كيف بيقدروا يعملوا جملة. الكتاب بيفتح لك آفاق، بتسافر وانت في مكانك. يعني الكتاب مش بس زي ما حكينا المشاهير والأعلام، بكل المجالات بكل العلوم كيف نستطيع أن نعرف شو أنجزوا شو أنجز إلا من خلال الكتب، توجيه سلوكي الكتاب. فأنا بحكي إنه لازم يعني اللي تبلش يبدأ الموضوع من البيت. يعني يمكن أنا مرة هيك حكينا عن هذا الموضوع إنه مين هلأ بيقرأ الأطفال من عمر 2 لـ5 قصة قبل النوم؟ اللي هاي قديش ممكن من هلأ تبلش تفتح آفاق للطفل وتحببه بالقصة. بعد هيك لما إحنا بدنا أي حدا بده يجيب لابنه هدية، مين بيجيب له كتاب؟ مين بيجيب له قصة؟ مين بخلي ابنه يطلع هو وياه ويشتري له يشتري كتاب أو أي قصة بده إياها ويختار ويشتري هو معاه؟ إحنا نعرف إنه الأبناء كيف بتربوا بالقدوة. فاحكي احكي احكي اقرا، وانت عمره ما شافك عم تقرا كتاب او ما شافك ما راح يقرا. ففي الواقع انا بحكي الاساس كان هو العائله، وبعد هيك المدارس. يعني احنا كنا واحنا صغار كانوا دائما المعلمات يطلبوا منا نقرا ونرجع نناقش. هلا مين المدارس المهتمه بهذا الموضوع؟ حتى موضوع الخط قديش كنا ننسخ، يعني قديش حتى مدارسنا ابتعدت عن موضوع القراءه والكتابة والخط، وصرنا زي ما تفضل الأستاذ تامر إحنا بس المنهج ويدوب أخلصه. وهذا كله انعكس على أبنائنا، وبرضه زي ما قلنا لما طلعت وسائل التكنولوجيا هلأ الحديثة. فأنا أعتقد إنه البداية من البيت ومن المدرسة حتى نرجع نشجع أبنائنا على القراءة. ونرجع نحكي إنه الكتاب أكثر من مجرد بس معرفة، يعني قديش الأطفال بالعمر الصغير بيزيد درجة ذكائهم مع القراءة، قديش بزيد درجه تركيزهم، قديش بفتح امامه افاق. او يمكن انا لاني مدربه تنميه بشريه، قديش الطفل اللي بيقرا كتاب عنده القدره على التواصل مع الاطفال الاخرين. قديش صار في هلا بنقول الاطفال عم يصير معهم توحد، ما بيعرفوا يتعاملوا مع الاخر لانه دائما ماسكين هاي الاجهزه. فالقراءه كثير ابعد من مجرد بس معرفه وثقافه، يعني كثير تنعكس على اطفالنا وبعدين رح تنعكس على مجتمعنا. بارك الله فيك ست قمر. اذا بدايه من الاسره ومن ثم المدرسه ومن ثم المجتمع بشكل عام، وخاصه ايضا المؤسسات الثقافيه والمنتديات الثقافيه فلها اثر كبير في التوعيه. ويعني لا نقصد الغث ولكن نقصد فعلا السمين، والسمين دائما موجود، فننقي ونصفي الغث بحيث يصبح كل ما يسمعه أبنائنا، كل ما يسمعه هؤلاء الشبان مثل اليوم. يعني للأمانة فوجئنا ببعض الكتابات اللي كان موجود، كتابات رائعة بأسلوب، يعني كل شخص تحدث، كل شاب تحدث أو شابة تحدث لمدة 3 دقائق عن كتابه. فعلا بعض الكتابات كانت رائعة جدا، نالت إعجاب الحضور. بينما بعض الكتابات كانت يعني بحاجة لمن يأخذ بيدها، وهذا دور المثقف، هذا دورنا. احنا نتحدث عن دور الكتاب والثقافه، هذا دورنا كمؤسسات ثقافيه، كمؤسسات اعلاميه، كمؤسسات تربويه. للامانه في مبادره الان في المدارس، يعني كنا نعتقدها اللي هي تحدي القراءه. يعني للامانه يعني مشكوره يعني من قام بهذا الجهد، تبنتها المملكه الاردنيه الهاشميه. المسابقات التي تتم في المدارس، لجان التحكيم، بل الآن في مسابقات تعنى بالقصة، بالقاطرة، بالإلقاء الشعري، بالشعر، حتى بالأعمال الكتابية. ولكن أعمال خجولة، نحتاج من يتبنى هذه المجالات على أعلى المستويات. نتفاجأ ببعض الطلبة. للأمانة كان هناك طالب في وكالة الدور، كنا أعضاء تحكيم في المسابقات، كان هذا الطالب يأتي حافظ معلقة أو قصيدة الشنفرة، يعني قصيدة يعني معقدة لمن يعرفها.
ومع ترجمتها. هذا الطالب فيما بعد حصل الأول على المملكة في مجال، والآن تخرج في كلية الطب. فنحن بحاجة لمثل هؤلاء الشباب. أثرت موضوع فعلا ذو شجون صف قمر له مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها يعني لها تأثيرات إيجابية ولكن معظمها سلبي. حبذا الدكتور ثامر لو تحدثنا عن أثر مواقع التواصل الاجتماعي على أبنائنا، وكيف نتخلص إذا كان في طريقة أو نخفف من وطأة هذا الأمر. للأمانة نحن في المدارس، أنا مدير مدرسة، وعاني جدا خاصة بعد كورونا وبعد ما فرض علينا التعليم الإلكتروني، يعني ظاهرة في البيت في المدرسة بالشارع. يعني حبذا لو بعض النصائح وأنت ذو خبرة في هذا المجال. أول شيء تحكي شغل على واحد ما عندنا مية بالصمة يعني في تعسف يا أمير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمير زميلة عزيزة سابقة وحالية يعني عزة، عشان هيك كان بحاول أستفزها عشان تحكي مش حاكي. طبعا أول شيء إحنا إذا تحدثنا عن كتاب فأنا نتحدث عن كتاب صديق، وأنتقي من تصادق. لا أتحدث عن الكتب الصفراء أو المقالات التي تكتب في الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تكون غايتها نقدية أو استفزازية أو مؤشر لجهة معينة تخدم جهة ضد أخرى. نحن نتحدث عن كتاب. تذكر قول الجاحظ أنه قال ذكروني الشعراء ألهو اللهم صل على سيدنا محمد، أو فصديق إن خلوت كتابي ألهو به إن خانني أصدقائي أو أحبابي. فالكتاب صديق، فخلينا نكون شوية كمجتمع واعي ومثقف لما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي وما يدار في اليوم. شايفين توجه أفكار الشخصيات، هم ليسوا مثقفين للأسف، ولا قارئين ولا كتاب ولا أدباء، وإنما هما وجهوا توجيه لغايات تجارية ولغايات محسوبيات ليست خلينا نحكي نظيفة، وإنما تندرج وراءها أطفال وراءها شباب. فما بعرف من الجهة المسؤولة، هذا موضوع أكبر مني تحديدا، ولكن أنا أقول إحنا يجب أن نقف جميعا في مواجهة هذا الشيء، وهو يدل على خلينا نحكي تدني في مؤشر ثقافة ومؤشر الوعي لدى شبابنا اليوم. فبلاحظ حتى في ملتقيات قيمة نستعين بشخص، ما بدي أحكي شخص يعني ما لا يستحق أن يكون في هذا الموقع، وإنما لعدد فلورز أو عدد أشخاص عنده، فقوم افتتاح من شيء ثقافي أو شيء أكبر منه من حجمه ومن أشباهه أصلاً. لكن أنا بقول إحنا كدولة وكمؤسسات ووزارات ومثقفين ومراكز ثقافية ينبغي أن نقف في وجه هذا الشيء وفي دعم أبنائنا ضد الانجراف وهذه التظاهرات من المواقع والآراء التي قصدنا فقط الشهرة أو الوصول إلى حد معين من اللايكات أو غيره. أنا أعتقد غياب الدور التنموي الثقافي الحقيقي هو من قدم هؤلاء الشخصيات أو هذه المواقع في مختلف المحاور التي تعمل فيها ظهور مواقع ثقافية حقيقية ودائمة لهؤلاء الشباب ضد الانجراف وراء هذه المواقع. وخلينا نحكي يجوز أن عندنا مبادرات أطلقتها أمانة عمان، المسابقة اللي هي أقرأ أرتقي، كانت المسابقة يعني دهشنا من عدد الأطفال الذين تقدموا لهذه المسابقة. في أول طرح لها كان 6000 طالب تقدموا لهذه المسابقة. طبعا أمانة عمان حددت أعمار هذه المسابقة من 7 حتى 13 سنة، وكانت المواضيع المطروحة هي حددتها أمانة عمان، وفي كتب معينة يتم اقتناءها من دائرة المكتبات دون العودة إلى الوسائل الإلكترونية، قاصدة أمانة عمان القراءة الورقية والعودة للمكتبة والاطلاع على نظام الاستعارة للأطفال.
وحددنا 5 كتب وكانت الأسئلة من ضمن هذه الكتب الخمسة المحددة. وأول أول مسابقة كحضيت ب6000 طفل مشارك لهذه المسابقة. فإحنا جزء أطفالنا ما بدنا نلقي اللوم عليهم، لكن نلقي اللوم علينا أكبر في توجيههم وفي مسؤوليتنا تجاههم. فعندما تطرح برامج وعندما تطرح أفكار ثقافية نيرة تجد لها من يقرأ ويستمع، ولدينا آباء مهتمين. إحنا ما نقولنا في المؤسسة السلبي، لكن زي ما نقول الخلية بليت، ولكن لدينا مثقفين يهتمون بأبنائي. في شخص شارك 3 أطفال والـ3 أطفال حظوا بجوائز الحمد لله رب العالمين. فأنا بحكي غياب دور ثقافي تنموي هو من أتاح الفرصة لهذه المواقع وهذه الشخصيات والذنوب. طبعا أنا بحكي بس عن أردن، هذا الشيء كيكاد يكون عالمي أو يجوب الكرة الأرضية جميعها، لكن هذا يحتاج إلى تكاتف للعمل ضد هذه الفكرة ومحاربة هذه الأفكار السلبية. شكرا دكتور ثامر على يعني هذه التوجيهات، على هذه الاراء، او على ما تقومون به من مبادرات يعني تبدا من الاطفال الى اليافعين الى الشباب الى الكهول وهكذا. ايضا قمر، هناك مبادرات شبابيه رائعه جدا كمبادره اليوم. كيف ننمي هذه المبادرات وحب القراءه في الجيل الصاعد أو الجيل الذي نأمل منه كل خير؟ إذا كان عندك أي طرح في ذلك. يعني أنا بحكي إنه لازم الجهات، يعني أنا كنت اللي ما بيعرفوا أنا كنت موظفة بأمانة عمان، وآخر فترة اشتغلت بالدائرة الثقافية، فعملنا مشروع اسمه مشروع التنمية السلوكية باستخدام المنتجات الثقافية. كنا نروح وزي ما تفضل هلا في عنا إحنا 32 مكتبة نسميها مكتبات أحياء، لأن هي في الواقع بالأحياء. وصار في نوع من العلاقة الطيبة بين المشرفين على المكتبة وأهالي الحي والمدارس. فكنا نروح نقول لهم اليوم بدنا نحكي عن الانتماء، اليوم بدنا نحكي عن القراءة وعن القراءة القصصية اليوم. وفعلا عملنا مشروع على مدى 7 سنوات، والحمد لله يعني حصلنا، أنا كنت مدير هذا المشروع، حصلنا على جائزة الملك عبد الله للإبداع. فزي ما تفضل هلا اولادنا مرات في عندهم الموهبه او في عندهم هاي الطاقات، بس مش عارفين كيف يوجهوها. فانا بحكي غير عن الاهل، لازم المؤسسات، وزاره الثقافه، امانه عمان على فكره ميزانيه مديريه الثقافه اعلى من ميزانيه وزاره الثقافه. فبس المشكله بوزاره الثقافه، او يمكن يعني انا لما كنت بالامانه، انه بيجي شخص هو عنده المبادره، هو عنده الفكره، لا لازم يكون هذا من ضمن خطه الامانه، ما دام هي عندها مديريه ثقافه، اذا لازم يكون في خطه للتنميه المجتمعيه، للتنميه الثقافيه، ونقسمها ونعملها لفئات. احنا عندنا مكتبات، وزي ما تفضل القراءه صارت للاسف، لو نسال قديش نسبه اللي بفوت على المكتبات، يعني في مكتبات يمكن بتكون صفر، وفي اشياء عن جد 2-3. طب اذا احنا فقدنا هذا الدور والمكتبات موجوده والموظفين موجودين، اذا كيف بنقدر نرجع نفعل هاي المكتبات بمبادرات الها علاقه بالقراءه او الها علاقه باي منتجات ثقافيه؟ يعني احنا مرات كنا نعلم مثلا اشغال يدويه، كنا نجذب هدول الاطفال اللي هم احنا اخذناهم كانوا من عمر 8-17 سنه، كيف نجذبهم؟ بانهم يعملوا شيء بحبوه، يرسموا، مره رسم، مره مسرح، مره زي ما حكينا قراءه قصصيه، وبنفس الوقت ندخل هاي السلوكيات الايجابيه بهاي الطريقه. فانا اعتقد انه يعني الحمل لازم يتوزع، زي ما عم نحكي بدنا بالبيت لازم تكون المؤسسات والدوائر اللي لها علاقه بالثقافه، او حتى كمان كوزاره التنميه تاخذ دورها بهذا المجال. وزي ما تفضلت يعني هلا في مثلا اليوم من الشباب الصغار في ناس في موهبه بس بدهم حدا يمسك بايدهم، عشان هيك مثلا مثل منتدى البيت الثقافي، ممكن في هنا معنا ناس بمنتديات كثير ثقافيه صديقه لمنتدى البيت العربي الثقافي عم يعملوا هذا الدور. ويمكن احنا كمنتدى، هلا بدي احكي كمنتدى، عملنا يعني للشباب، ايوه عملنا للشباب انه كل مره مثلا بموضوع الشعر انه يجوا هذول الشعراء ويكتبوا، وفي حكم يعني ناس تحكم هاي القصائد، ونرجع نشوفهم بعد فتره ونلاحظ انه مع التوجيهات من الشعراء المقدرين اللي يعني عندهم نظره، كانوا في المره اللي بعدها يكون في تحسن. اذا هي زي ما حكينا الحمل لما بتوزع بخف،
وبالاخير يعني انا دائما بتذكر لما كانوا الصغار يقولوا احنا مثل يعني يحكوا عنهم مثل الصفحه البيضاء، شو احنا بنكتب فيها بيطلع. ففعلا يعني اليوم انا بحكي مو على الاجيال اللي طلعت ونضلنا نشكي من بنقول كل جيل بيطلع أسوأ من اللي قبله، طب مين عم بيربيه؟ فانا بعتقد انه لازم ترجع الجهات، وزاره الثقافه، مديريه الثقافه بامانه عمان، وكل حتى البلديات، يعني البلديات في اللي بيعرفوا اكثركم اكيد بتعرفوا او كلكم انه البلديات في الدول الاوروبيه ماخذه دور كثير كبير ثقافي، بتعمل مسرح وبتعمل حتى اوركسترا. فاحنا البلديات عندنا شو بتعمل؟ هلا يمكن البعض رح يقول الميزانيه، هم مش عارفين يسووا شوارع، بس بقول هذا هو الدور اللي لازم تاخده الدولة كمان، لأنه بالأخير إحنا عم نحكي عن مجتمع، إحنا عم نحكي عن جيل طلع كتير قديش ثقافته نص ربع عن الأجيال اللي مرق، طب واللي جاي شو؟ فالمبادرات المنتديات كمان إلها دور، وأنا أشعر إنه يعني خاصة بحكم إني أنا محتكة بهاي المنتديات في إلها دور وعم تعمله ودور مقدر يعني. شكراً قمر، إذن هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية أخلاقية يعني قبل كل شيء، لأنه هذا النشر هو أمانة في أيدينا ويجب أن نحافظ عليه. هم أبناؤنا، ربما هناك عائلة صغيرة وهناك عائلة كبيرة تحتضن الجميع، فيجب علينا جميعا أن يكون لنا دور. فكما قال الشاعر: ما لم تقم بالعلم أنت فمن يقوم به؟ إذا كل واحد يوكل على غيره أو يهتم بنفسه فقط، فذلك هو يعني يأتينها نؤتى أو يؤتى من قبلنا. فلا يؤتينا من قبلك، يجب أن نكون يدا واحدة نأخذ بيد هؤلاء الشباب، وإذا وجدنا أي شيء يمس الثقافة، الثقافة هي روح، إذا وجدنا أي شيء يمس الثقافة يجب أن نقف له وقفة واحدة، سواء الأخوات أو الإخوة، لأن هي مسؤولية مجتمعية قبل كل شيء. شكرا لك قمر. ايضا بالكتاب والكاتب دور كبير في التعبئه العقليه والنفسيه والمجتمعيه. هناك ثورات قامت بخطب او بكتب ونالت استقلالها نتيجه هذه التعبئه. فما هو دور الكاتب ودور الكتاب في التعبئه العقليه والنفسيه؟ انت كرم الدكتور فهد. طبعا في فضلت بكلمه جوهريه، التعبئه الثقافيه والتعبئه النفسيه والعقليه، هذا بتوجه الافراد او توجه الشباب بما يقرا. هناك حكينا مواقع صفراء وهناك هتافات ليست حقيقيه لا قصد منها الا الانفاق، ولكن ينبغي ان نوجه هذا الشباب نحو الحقيقه ونحو التنميه الحقيقيه، وليست الشعارات التي لا يراد كما حكينا قبل شويه ليست غايتها شريفه ولا نبيله، وانما هي استماره هذا الشباب تجاه امور ليست في الصالح العام. في هناك خلينا نحكي توجه، خلينا طمس للهويه الوطنيه، طمس للغه الاردنيه الشعبيه. اليوم بجوز اطفالنا بنطلع عليهم اللي بيحكي مصري واللي بيحكي خليجي، ففي ثقافه على ثقافتنا في غياب دور حقيقي ان احنا كمثقفين وكوسائل اعلام وتواصل. ممكن يعني هو تاخر في التكنولوجيا له دور، لكن هذا دورنا احنا في ان نوجه هذا الجيل نحو خلينا نحكي الاستثمار بامثل طاقاتهم. فجزء اليوم قاعدين نشوف مواقع التواصل الاجتماعي طمست هويات كثيرة، وكان لنا دور كبير بأنه فيها، لأنه احنا تركنا أطفالنا فريسة لهذه المواقع ولهذه الوسائل الإلكترونية، لكن هذا مؤشر سلبي وحقيقة يعني شيء منتهى الخطر، ينبغي أن يكون لنا وقف جميعاً في هذا الشأن، وتكاتف على مختلف الجهات المسؤولة، كانت وزارة الشباب، كانت وزارة الثقافة أو التربية أو التنمية الاجتماعية أو أمانة عمان أو بلديات معنية لهذا الموضوع. الأصل يكون هناك توجه لإعادة النظر في هذا
التوجه الحاصل دور كبير يقع فعلا على أصحاب المسؤولية في هذا الشأن، وإحنا دورنا في بلدنا بيكون توجه حقيقي موضع لهذا هاي الموجة اللي جاية. طبعا إحنا بجزء نذكر المقام قوله تعالى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن قالوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم أولئك العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. فليس كل ما يقال وكل ما يقصد بالقول هو شريف أو نظيف، وإنما هناك خلينا نحكي أشخاص لهم مصالح شخصية ينبغي أن نعي ويحيى أبناؤنا هذا الخطر الذي وقع ضحيته دول كبيرة وشباب كثيرة جراء الانجلاف هؤلاء الأشخاص. لكن الحمد لله رب العالمين بجزء أسعفنا وعينا إلى حد ما من الانجلاف وراء هذه البلدان الذي كانت ضحية لهذه المتفهات والشعارات الهدامة، وبعيدا عن التربية الوطنية والمسؤولية الشعبية والوطنية والمعنى الحقيقي للوطن والمعنى الحقيقي للب الشمل والمعنى الحقيقي لقول كلمة الحق. بارك الله فيك دكتورنا وحمى الله الأردن من كل سوء. أخيرا ست قمر قبل ما ننتقل للمداخلات، باختصار أنت عضو إداري في منتدى البيت العربي. الآن المنتديات أو دور المنتديات بشكل عام ومنتدى البيت العربي بشكل خاص، لن نفوت هذه الفرصة دون أن نتحدث عن البيت العربي. يعني يمكن إحنا قبل شوي حكينا عن المنتديات إنه فعلاً لها دور وعم تعمل حراك. يعني يمكن إحنا من أهداف المنتدى زي ما باقي المنتديات اللي هي إحداث حراك ثقافي، هذا الاحتكاك اللي بيصير بين المثقفين الشعراء الأدباء الروائيين، هذا يعني هو لحاله إثراء للحالة الثقافية الأدبية الموجودة. زي ما حكينا برضو حتى البرنامج اللي كنا عاملينه للشباب، يعني هاي كثرة البرامج من كل المنتديات أنا ما بحس فيها تنافس، بالعكس هي تكامل حتى تستطيع أنها توصل خلينا نقول هاي الثقافة للجميع. فأنا يعني كمنتدى بيت عربي أنا بقول إنه إحنا يمكن الكل اللي هون موجودين شاف إنه في نشاط لافت بآخر سنتين، في اهتمام بالشباب، وأنا هذا اللي بحكي إنه دائما وجود هدول الشعراء والقامات اللي عنا بالمنتدى قديش عم بيكون له فائدة للشباب الصغار، سواء شعراء كتاب زي ما تفضلت اليوم، إنه في بنلاقي إنه في ناس لا يعني في عندهم الموهبة بس بدهم مين ياخذ بإيدهم. فأنا يعني زي ما حكينا المسؤولية بتتوزع على المنتديات، منتدى البيت العربي أنا في رأيي يعني ما بدي أغاوز معاه، بس هو ماخذ دور كبير بهاي البرامج وبهاي الأنشطة اللي عم بيعملها. وأنا بحب أحكي إنه إحنا يعني ما اكتفينا بالعاصمة عمان، يعني إحنا تقريبا زرنا كل المحافظات وعملنا معاهم أنشطة، فما شاء الله بنستمر على هذا النهج. ويمكن أنا بقول برضه الكل عارف إنه المنتديات للأسف ما فيها دعم، وأكثر المنتديات إذا ما عم بتلاقي دعم برضو بتسكر بالأخير. خلينا نحكي منطقة، يعني زي ما عم نحكي إنه الميزانية إذا ما في ميزانية حتى تستطيع إنك تعمل هاي النشاطات رح بالأخير يعني تفشل. فعشان هيك يمكن الفكرة اللي هلأ سمعناها إن وزارة الثقافة عم بتحاول هلأ تشوف المنتديات النشيطة الفاعلة، وأنا خلينا نقول بالمعنى تغربلهم لسه على القليلة، خلي يضرب الساحة المنتديات النشيطة اللي قادرة تقدم خدمة للمجتمع، والباقي اللي ما عم بيقدموا خدمه خليهم يعني يختفوا عن الساحه. على القليل هيك بصير في دعم للمنتديات النشيطه ونستطيع انه نوصل هاي النشاطات ونكثر هاي البرامج اللي هي بالاخير لفائده المجتمع. شكرا ست قمر. كما استشهد الدكتور بالجاحظ نستشهد بامير الشعراء عندما قال انا من بدل بالكتب الصحابه لم اجد لي وافيا إلا الكتاب صاحب إن عدته أو لم تعد، ليس بالواجد للصاحب عابا كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل فيا. الآن ننتقل إلى المداخلات، لكن قبل ذلك أرجو من الجميع الالتزام بالوقت المحدد، يعني دقيقتان أو حتى أقصى ثلاث دقائق
للمتحدث، وإذا كان هناك سؤال أو استفسار يوجه لصاحب العلاقة. نبدأ من يميننا. يعني راح أكون أنا إن شاء الله سريع. محمد الطور، كيف حالك أستاذ؟ وذكرنا في وجاء التعريف بالنفس قبل ذلك. شكرا استاذ. يعني بدي انطلق مما تذكرت المهندس سمر حول دور المثقف او تعريف المثقف، واعتقد ان المثقف المعرفي والمثقف الكم المعرفي هذا الحاصل، او حتى المثقف الاكاديمي او اي مثقف اخر، او اي مثقف كان شاعر ولا كاتب ولا حتى مواطن عادي عامل وطن، ان يكون مثقف يسعى دائما من الانتقاد او ان يصبح المثقف العضوي، وهو المثقف المتفاعل مع مجتمعه، مع قضاياه، مع فهي غريبه منا، ونتمنى ان نصل لهذا. لكن ما تفضل به الدكتور ثامر حول المعلومه او الكتاب والمعلومه والمواقع الالكترونيه، المعلومه متاحه او المعلومه عفوا تستطيع ان تاخذها من الكتاب والموقع الالكتروني، فبالتالي انا حصولي عليها بسرعه في الموقع الالكتروني افضل من ان اتصفح كتاب. هذا ينبهنا لخطر شديد جدا، اننا ما زلنا نعرف الكتاب تعريفا تقليديا وهو المصدر للمعلومه، علما بان الكتاب او القراءه هي مصدر السلوك. فهون اتمنى على امانه عمان ان تتبنى فكره توعيه الناس بموضوع ان الكتاب او القراءه لا توفر لك فقط المعلومه، وأن المعلومة هي تقليدية وقد تحصل عليها من المكان، لكن الكتاب يوفر لك صقل السلوك، وأهم هذه السلوكيات التي نحتاج إلى صقلها التدبر. لا يمكنك أن تتدبر إن لم تكن قارئ. وكيف نتخلص من المواقع الإلكترونية أو نخلص أولادنا؟ أنا أعتقد أنه مع احترامي لأخوي شفيق كان يجب أن يقول كيف نهيئ، لأن القادم أخطر كوسائل التواصل الاجتماعي أو التليفون. فالآن التليفون يمتلك فيزا 1، 2، 3، كمان سنتين يمتلك أكثر، فإذا علينا أن كيف نهيئ وليس كيف نتخلص. شكرا. شكرا أستاذ محمد. أستاذ محمد الضياء. مشكلة. مساء الخير لكم جميعا. الحقيقة دعوني أبدأ تفاؤلي من هذا الجمع، يعني هذا الجمع مؤشر على أن الكتاب بخير، ما دمنا نخاف ونحرص على فكرة النشر وفكرة الكتاب، إذن يعني هناك أمل دائما. لكن ثمت قاعدة أقول إذا أردنا أن نحل مشكلة ما علينا أن نكون جريئين وأن نشير إلى موضع المشكلة تماما. أنا أسأل هنا سؤال، وهذا سؤالي لدكتور ثامر أبو عبد الله. كانت أشارت المهندسة قمر بأنه بعض المكتبات الحضور صفر أو ربما 1 أو 2. طب لماذا مكتبة عبد الحميد شومان فيها حضور وحضور هائل أحيانا؟ ما الفرق بينها وبين ما تقدم مكتبات أمانة عمان؟ أعتقد هذا سؤال كبير وعلينا أن نجيب عليه. إذن المشكلة ليست في الكتاب ولا المكتبة، المشكلة في كيف نستقطب من يقرأ هذا الكتاب. برأيي متواضع أيضا أقول بأن المرحلة التي نحياها الآن أعتقد أنها مرحلة تجريبية ولا يعول عليها على الإطلاق، بقطع النظر عن يعني رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل سيأتي يوم يدرك فيه الجميع بأن المعلومات الموجودة هي معلومات مشوهة وناقصة أيضا، ويبقى الكتاب هو المرجع الأساس لأي معلومة. أنا أطالب الأمانة وأطالب التربية الحقيقة بأمرين، التربية أن تعمم على طلابها من أجل الحفاظ على فكرة الكتاب، أن يعني المعلم إذا طلب بحث أو طلب أي مادة أن لا يكون مصدرها من مواقع محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، أن يطلب منه شراء كتاب معين أو مصدر معين من أي صفحة أخرجته من يعني هذا الدور وزارة التربية والتعليم. والأمانة أنا أرجو عليها أن تعمل في مكتباتها تعريف من هو المثقف، والتفريق ما بين المعرفة والثقافة، والمعرفة هي أداة من أدوات الثقافة، من أجل إذا دخل أحدهم إلى هذه المكتبة ووجد هذه اللافتة من هو المثقف، أن لا ينتفخ لمجرد قراءته كتابا كان يتسلى وداخل المكتبة وخرج من هذه المكتبة وهو يدعي بأنه مثقف وموسوعي أيضا. شكرا لسعة صدرك وشكرا لكم جميعا.
شكرا أستاذ محمد. أنا زهير توفيق رئيس جمعية النقاد الأردنيين. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني في البداية يمكن من خلال الكلام يعني استنتجت أو يعني أكيد كل المشاركين بيشاركون الرأي أن هناك مشكلة بالقراءة وهناك مشكلة بالثقافة. الآن عندنا بالأردن يعني حتى يكون كلامنا إجرائي عندنا مؤسسات ممكن يعني نقسمها إلى مؤسسات لديها الموارد البشرية ومؤسسات لديها الموارد المالية. لكن للأسف الشديد إنه لا يوجد أي تشبيك أو تنسيق بين النوعين من المؤسسات. فأنا بقترح إنه المؤسسات التي تمتلك على الأقل الموارد المالية ولها علاقة بالثقافة أن يقوم هناك مثلاً مجلس تأسيسي أو مجلس يعني يحاول مثلاً التنسيق بين هاي المؤسسات، البنك العربي، شمال الأمان، البلديات، وزارة الثقافة، وزارة التربية، هاي المؤسسات المعنية. المؤسسات اللي تمتلك مثلاً الموارد البشرية بالثقافة زي رابطة الكتاب، جمعية النقاد إلى آخره، بيجي دورها مثلاً برفض هاي المؤسسات بالمحتوى اللي بدها تقدمه مثلاً بأي شكل من الأشكال. الشيء الآخر يعني إنه ليش إحنا بنستنى مثلاً من السنة للسنة مهرجان جرش يكون في دور للثقافة؟ ليش ما يكون لأمانة عمان مهرجانها الخاص وزمان ومكان معين ويكون تقليد سنوي خارج إطار مهرجان جرش؟ وبتصور الأمانة قادر إنها تقوم بهاي المبادرة وتقود مثلاً هذا العمل. بالنسبة لوزارة الثقافة ودور المثقف بشكل عام احنا بنلمس انه هناك مثلا تدني في مرتبة او مستوى المثقف ودوره في المجتمع الاردني لعدة اسباب. من الاسباب مثلا انه دعم هذا المثقف في الفترات الماضية كان اي مثقف اردني يحصل من وزارة التربية على يعني معاملة خاصة انه بأخذوا منه كمية هائلة من نسخ. يعني إذا كان 1000 نسخة طابع بأخذوا 200-300 نسخة دفعة واحدة. هذا الكلام انتهى يعني بكتاب رسمي من وزارة التربية من فترة طويلة، وبالتالي تحول الكاتب إلى يعني متسول إنه بده يطرق باب المدرسة حتى يبيع نسخة من الكتاب. طبعاً هذا يعني بتصور يعني ما في مثقف يعني بيرضي نفسه إنه يتحول لتاجر شنطة يعني يدور على المدارس. يعني الأمانة مشكورة بالدائرة الثقافية، بعرف إنها تشتري مثلاً جزء من نتاج هذا الكاتب، لكن إحنا بدنا مثلاً التشبيه مثلاً على مستوى الوطن، إنه مش بس أمانة عمان اللي تشتري، ليش بلدية إربد ما تشتري؟ شكراً. يعني استمعكم عذراً، يا ريت المداخلات لو في يعني موضوع واحد تكون بدل ما تتشعب الامور. كل ما طرحتموه الى الان فعلا شيء رائع، ارجو من البقيه انه ما تتكرر المداخلات او المواضيع. شكرا لكم. تفضل استاذ زياد. مساء الخير، وانا سعيد جدا يعني بعد غياب طويل عن الأردن أن أعود وألتقي مع هذه التجربة الرائعة وهذه الندوة الجميلة. أنا مرة حطيت بدحي في تعريف أنا بنعرف لكن الموجودين مستعفين. أنا نسيت أعرف حالي مرة زياد جيوسي. بالنسبة يعني أنا بدي أشير لبعض المسائل. أولا شكرا لمكتبة أمانة عمان، فهي رأتني صغيرا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات. إحنا ربينا في هذه المكتبة بهذه المرة، كنا بالمرحلة الإعدادية والثانوية. الجانب الآخر اللي بدي أشير له هي تحدثت في قمر وعلى العموم العزوف عن الطرحات، وأنا بدي أقارن مقارنة سريعة بين ما كان وبين ما هو الآن. سنة 72 وزارة التربية والتعليم بدأت في مشروع أول مسابقة، يعني سنة 72 أول مسابقة لأوائل المطالعين على مستوى المملكة. إلي الشرف إني أنا كنت الأول في أول مسابقة مطالعين، وعندي هدية موجودة من التربية حتى الآن. لكن الآن أين ذهبت هذه؟ الجانب الآخر، مهنة التدريس
بأيامنا ونحن أطفال كان الدومين المقدسة وكان لها مكانة اجتماعية كبيرة. الآن هذه المكانة انتهت أو غابت، بحيث أيامنا كان دور المدرس هو أساسي إضافة لدور البيت. أنا أمي الله يرحمها علمتني القراءة والكتابة قبل ما أفوت المدرسة، وهي كل اللي درسته للثالث ابتدائي بأيام زمان. ووالدي رحمة الله عليه لم يكن يترك مجلة أو كتابة، ما كان حصرها إلا موجود في البيت، فنشأنا على هذه المسألة. إذا المسألة أن نوجه البيت وأن نتجه للتربية. وبحب أشير لك يا ست قضاء، أنا شخصيا عندي أحفاد وحفيدات الآن، كل ما باجي من السفر اول ما بيسالوني شو الكتب اللي جبت لهم اياها. وشكرا لكم. شكرا استاذ زياد. دكتور انور، السلام عليكم ورحمه الله. انور الشعر معروف. بدايه اود ان اقدم لكم شكرا للساده البيت العربي مع أعضائي من المساعدين هذه الصور. أود أن أقدم جميع الشكر لمنتدى البيت العربي على هذه التقنية الكتاب والكتاب والثقافة. مداخلتي ستكون قصيرة وتجاوزت عن إشكالية أو عن حكاية الشكر للجميع. وأود أن أركز على دور الآباء والأسرة. إذا لم يكن الأب قارئ فكيف يصبح أبناءه قارئين؟ فأنا أقول يعني المؤسسات الثقافية من ضمنها أمانة عمان الدائرة الثقافية والمنتديات، يعني لابد من تنظيم حملات توعية للآباء والأمهات حول دور القراءة. يعني لا يكفي أن نعمل معرض كتاب، ولا يكفي أن مثلا وزارة الثقافة تعمل مكتبة الأسرة، ولا يكفي أن الأمانة تقدم كذا، ولكن نحن يجب أن نتوجه إلى من بيده المفتاح. الشخص الذي بيده المفتاح في البيت هو الأب والأم. فإذا قرأ الأب، أنا عندما يروني أو أبنائي أو أحفادي أقرأ فيأتونني تقليدي ويقرؤون، حتى نعمل بعض كانوا يأتون وأنا أقرأ إلى جانبي وأمسك الورقة والدفتر وكأنه يقرأ وعمره سنتين أو ثلاثة. فهذا هو التعلم بالقدوة. إحنا بحاجة لتوجه سواء في الوسائل الإعلامية، في التلفاز، في الإذاعة، في الدوائر الثقافية، التوجه إلى الأسرة مثلاً بالأب. أنا كثير أعرف كثيرا من الآباء أنهم لا يقرؤون، وإذا قلت قدر الكتاب تقول لك ماذا أقرأ فيه. مع الأسف حتى لو كان متعلما، يعني هنا مش إشكالية التمييز بين المتعلم والمثقف، هناك آلاف من المتعلمين ولكن لا هؤلاء لا يوجد لديهم أي جنس من الثقافة. يعني سألت أحد الزملاء في الزمن الماضي ما هو آخر كتاب قرأته، وهو مدرس لأكثر من 15 عام، فقل لي آخر كتاب قدمت فيه اختبار في الجامعة. طبعا متى كان؟ طب هذا الأب كيف يخرج أطفال قارئين؟ فهنا يعني أود أن أركز بناء على طلب صديقي الأستاذ نعم المدير الجلسة، التوجه إلى الآباء في مواضعهم سواء في المؤسسات، في الشركات، في البيوت، في كذا. المهم يعني طريقة نوصل اللي شكرا لك. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. يعطيكم العافية جميعا. أشكر جميع الحضور وبالذات سامح الشوكتي والست قمر العريسي، صالح جعفر ومحبة الأسماء وميرنا. يا ريت تعرف عن النفس قبل. نعم أكيد يا ريت تعرف تحت الخيريات. بجوز توصية أكثر ما هي سؤال، بما إنه أنتم قامات موجودة وبدي أستثمر وجودكم. احنا في عندنا مؤسسات او شركات خاصه مثل البنوك، مثل الشركات العامه اللي بين شركات زين اللي بيكون فيها، ومستشفيات اللي بيكون فيها انتظار، يعني في وقت انتظار لما تقوم عمال عمان بتخصيص مكاتب جزئيه يكون موجود فيها كتب منتقاه
وخاصة في يعني موجهة لدعم السلوك والتربية وتحفيز على القراءة لهذا الناس اللي عم تنتظر تقضي وقتها بالقراءة بدل ما تقضي وقتها بالتذمر من الانتظار. فبتكون أنا بعتبر إنه هاي مبادرة بتحتاج، أنا بعرف إنها بتحتاج دعم وبتحتاج جهد حتى تقبل، إلا إنه أنا أتمنى إنها تكون موجودة. هاي مبادرة أتمنى على سيد ثامر الشوبكي الأخذ فيها. شكرا جزيلا. أستاذ ثابت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شفيق، وأنت مدير مدرسة تعرف على العملية التعليمية، هي عملية لها مدخلات أكيد تعرفوها، والمفروض أن يكون مخرجاتها ناس متعلمين بين قوسين. فإذا جينا بالمقابل للناحية الثقافة، فالثقافة هي عملية أيضا لها مدخلات، احنا بنشوف مدخلاتها من خلال المنتديات، من خلال الفعاليات، لكن مخرجاتها المفروض انها تكون مخرجاتها تخريج مثقفين. فاذا لم ينتج من هذه العمليه انتاج مثقفين، فبنصير احنا زي اللي بيحرث في المي. هذه شغله. الشغله الثانيه، انا في احدى فعاليات في المكتبة الوطنية كان الدكتور سلطان المعاني، عملت مداخلة عرفت على نفسي مثقف، فطلب مني يقول لي أعد يعني استحساني. فهنا أنا أريد أن أقول أنه جرى الحديث عن الثقافة وتعريف الثقافة، وجرى الحديث عن تعريف المثقف وكلام عن دور المثقف، لكن في حلقة مفرغة بين تعريف الثقافة وتعريف المثقف، وهو الاعتراف بالمثقف. إذا أنا ما تم الاعتراف فيه كمثقف، ما راح أستطيع أقوم بدوري. إحنا بنعرف الدكتور هذا والله تم تعريفه على أنه دكتور، واعترف فيه بأنه دكتور، يقوم بدوره كدكتور، وهلما جرى. فأنا كمثقف إذا لم يتم الاعتراف فيه كمثقف، فلن أستطيع أن أقوم بدوري كمثقف. شكرا. شكرا. ننتقل للقسم الآخر. أستاذ محمد سحيان، أستاذنا الكبير. السلام عليكم. أنا من حسن حظي أنه افتتحت مكتبة أمانة العاصمة عام 1906، وأنا سكنت في جبل الجوفري سنة 1960 مقابل مدرسة الأمير حسن. فكل ما أنزل على السوق أميل على المكتبة وأقرأ، لغاية سنة 1968 حينما التحقت بالجامعة. فأنا كل ما أحمله من ثقافتي في تلك الفترة أنا مدين به إلى مكتبة أمانة العاصمة. اثنين مرة اتصلوا في مكتب سمو الأمير حسن، بدهم كتاب اسمه مفصل في تاريخ القدس لعارف العالم، وهو مؤرخ وتربوي معروف شغل وزير في الحكومة. بحثت عنه في جميع المكتبات الأردنية الخاصة والعامة، لم أجد. وجدت نسخة واحدة فقط في مكتبة أمانة عمان، صورتها وبعثتها إليها. الكتاب شيء مهم، هو أداة هامة جدا في بناء الإنسان. إحنا للأسف الشديد اهتمامنا بالأمور المادية، بناء العمارات والشوارع واقتناء السيارات وأمور الحياة الأخرى، ولكن ربما لظروف الحياة المتغيرة، يعني في فرق بين
نسبة إشغال الإنسان في الثقافة والبحث عن الكتاب وقراءة الكتاب كانت متوفرة زمان، الآن غير متوفرة هذه الأشياء. أولاً الكتاب غالي، اثنين ما فيش وقت، لقمة العيش حامل كرباشة ولا حفتنا، وتقول بدل ما أشتري كتاب أنا بروح أشتري رغيفين خبز ولا أحسن. أنا كنت أقتل الكتب لما كان ثمن المجموعة الكتب، يعني مثلا الأغاني أو في ظلال القرآن أو يعني المجموعات من أجزاء. لو كنت أشتري في الشمسانة أغلب كان أنا الآن مليونير. وفي الآخر محمد الخضير بعرف أعلنت إنه اللي بحب يجي ياخذ كتب من عندي ياخذ، كان عندي حوالي 40,000 كتاب وزعتهم، وبعدين قلت لميرنا ولصالح تعالوا خذوا من هالكتب اللي عندي، حملوا عدة سيارات، وأبو خضير حمل عدة سيارات. والأخير الكتاب يبني الإنسان، يعني وسيلة من أدوات بناء الإنسان. ولكن الآن إحنا بنقعد على التلفزيون، بنقعد على الفيسبوك، بنطبع في الرسائل والأخير، ما في وقت الآن للكتاب. الحياة أخذتنا عن هذا الكتاب. وبدي أستذكر أنا بما أنه يعني حبيبي شفيق وأبو عبد الله استشهد في بيت الشعر على عجالة أخي الكلام، بدي أحكي بيت الشعر بس بكات شفيق ما شو بيقول الشاعر العظيم؟ قال وخيره أعز مكان في الورى سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. يا ريت نحط هذه القاعدة في روسنا ونشتغل عليها. شكرا. شكرا أستاذنا الكبير أبا إياد. أستاذ علي أداب، تفضل أستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الدكتور ثامر الشوقي على هذه الأمسية، وأشكر السيد عمر النابلسي، وأشكر الأستاذ الشقيق مدير الجلسة. حقيقة كل ما سمعت في هذه الجلسة حول الثقافة والكتاب، وأنا بدي أركز على المبالغة والكتاب. المؤسسات الثقافية بالأردن ما قصرت في وضع الكتاب أمام الناس. وزارة الثقافة عندها مشروعاتها اللي هي المكتبة الوطنية الأسرة، مكتبة الأسرة، وأمانة عمان الكبرى كمان لها علاقة بتوزيع الكتب، وفي مكاتب الأردن بالبلد على رصيف يعني أكثر شيء في البلد الكتب، وأكثر شيء في البيوت الكتب. كل بيت فيه مكتبة، ولكن وين المشكلة؟ إنه الزمن تغير بمتعة القراءة، لا توجد متعة قراءة لدى الناس، وهي حالة نفسية بسببها إحباط. وأنا بأكد لكم إنه الكتاب اليوم مهجور. الكتاب اليوم الشباب، احنا عندنا شباب وشابات نقول لهم يا عمي انا كافر، عندي مؤلفاتي، اقرا كتابي، انا ابوكم. بياخذوا الكتاب وبفوت على غرفهم وعلى التليفونات وعلى المواقع. صار ما في، بقول لهم يا جماعه ليش ما تقروا غير كتبي؟ انا عندي مكتبه، انا عندي مكتبه كل شيء فيها مكتبه، انا بدي اجيب على البطاله. وقول والله يا بابا احنا والله ما نعرف، احنا دروسنا مش قادرين، ما فيش الا نفس نقرا. بيجوا على التليفون، اخذ جماعه التليفونات اليوم اخذت مساحه كبيره من حياتنا، حتى احنا المثقفين الكتاب بطلنا نقرا كتب. نعم. بصراحه يعني بناخذ هيك عناوين وملابس. وشكرا لكم جميعا. شكرا استاذ علي. شكرا على هذه المحاضرات، شكرا على هذه المحاضرات القيمه. حد أنوي لهذا الموضوع من على الميكروفون لو سمحت. مش عارفين خلص بنوي بعدين. معلش أتعقد.
تحية لكم كلكم جميعا، وشرف لنا انه نلتقي دائما. فكنت حابة بس احكي شغلة بسيطة على الهامش الكلام، انه بما انه التليفون نحكي عن التليفون الموبايل وهيك، انا برايي بعتبر الكتاب بغض النظر عن وليس انقاصا يعني من قيمته، بعتبر الكتاب وعاء جزء ادوات كثيره. يعني ممكن الواحد ينقل المعرفه والثقافه والعلم باي وسيله. فبما انه العصر عم يسبقنا وعم يمشي باتجاه التكنولوجيا وهيك، نسخرها. ليش ما نسخرها في خدمه المجتمع والثقافه؟ يعني التليفون اللي بيقرا لك الكتاب في دانك، اللي بيقدر يقرا لك الكتاب في دانك حتى وانت عم تعمل شيء اخر، عم بيوفر عليك وقت، غير عن انه عم بيعلمك اللغه وبيعلمك اللفظ يعني مش عادي. فالوضع يعني انا بعتقد انه من جاري يعني الكتاب جميل، ولكن اذا عندي وعاء ممكن يعلم اطفالي اللي هو قاعد بيلعب يسمع القصة اللي ذكرناها الآن، إنه يعني الآباء لازم يقرأوا قصص من عمر واحد 200 سنة أو مش عارفة قديش، فنواكب وما نزعل ونكمل. يعني أنا ما بقول إنه لكن الكتاب مهم وطرق أخرى مهمة. شكرا على هذه المحاضرات القيمة. الكتاب معلم صديق ومؤدب، تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبون. اول كلمه في اول ايه في اول سوره اقرا، واقرا فعل الامر، يعني يجب ان تقرا. الان ماذا يغير الكتاب في الانسان؟ مهاره. يعني كتاب عن الطبع تصبح عنده أو عندها مهارة في الطبع، في التلاوة كذلك، في الحاسوب كذلك. الكتاب يوسع آفاق العقل، يمرن العقل، يصبح عنده عدة حلول للمشكلة، ازدياد المقدرة على التفكير، تفتيح البصيرة في عالم العلم، وقل ربي زدني علما، في عالم الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، في عالم الجمال في كل شيء، إن الله جميل يحب الجمال. كذلك ازدياد الثقافة، كذا فيه معارف. الآن الدراسات أثبتت أن الذي يقرأ يستطيع أن يدير غضبه أفضل من الذي لا يقرأ. كذلك كتاب يحسن من الذاكرة، يتذكر التفاصيل والتاريخ وما إلى ذلك. الأمر الآخر تزداد ثروته اللغوية، يعني يصبح هو أكثر من كاتب، تتنوع عنده الأفكار، يصبح مفكرا أكثر من مفكر واحد. الأمر الأخير لا يسأل عن ماذا، وإنما يصبح يسأل عن لماذا وكيف، يعني يصبح باحثا. شكرا. استاذ محمود، ملاحظة سريعة بدي احكيها. حصة المثل المدرسية طبعا راح تكون حصة مدرسية، لما نقرأ كتاب نلخصه الموضوع يعني ينقل من جو دراسي إلى جو آخر. عنده أحد الأطفال كتاب شعر مرة مثل مرة قصة مرة رواية إلى آخره. ولو كان في حصة مدرسية حصة المكتبة المدرسية تعود تتوقع هاي واحد من جدة يوجد اقتناء للكتب لكن لم يقرا. يعني ذكرت قبل قليل انه في شمال كان في عدد كبير من المواعيد، ذكر الدكتور ثامر ايضا انه في 6000 مكان وكذا. كيف هذا معروف انه بيروح خلال ساعه بقلب الكتاب
الاحزاب بيضربوا لكم بنزل ولا بحطوه بسطه ما بعرفش، لكن في اقتناء لكن ما في كرامه. بروح على المكتبات انا كنت بروح على شمال كثير ما بتحت قرامه تحت قرامه من الجو هادي البيت كان سياحه حاره كذا فقط في جو هادي بروح على المكتب ما بقرا بروح يجوز. بالمقابل المعرفه موجوده في المجتمع استاذ هاني قبل قليل يعني زمان كنا نقرا قصه انا والذئب الان انا والذئب مش متحرك ليش اروح اشتري كتاب واقدم حالي واخسر مصاري عليه عشان اقرا طب هاي هو الرسول طب هاي هو عندنا انا كنت اشوف فيلم اقول له الان تعالوا شوف شو راح عليكم يقول له شفنا زمان تلفون كله موجود زمان كنا نقرا الان سي دي كتاب مقروء اقصد السياره بسمع بطالع فمثل ما حكى استاذ هاني بالفعل هناك بدائل ان اصبح في بدائل بعد الشعب العربي لا يقرا دائما نقول الشعب العربي يقرا واحنا نحن اكثر ناس مثقفين ونقرا حتى في مين؟ شو لما نقراها قراناها لكن الوسيله تغيرت والكتاب جمال مكتب كثير بعد ما بارك الله فيك الصحفيين عندنا محمود دكتور ابجد الله يشرفني اني اكون موجود في كتاب الثقافه مساء الخير عليكم جميعا. أنا حقيقة واحد من الأشخاص المقربين للمخرج أسعد خليفة وهو عمر بن الخطاب، وأنا أعشق سيرة عمر بن الخطاب، وإذا سأفتتح بمقال مقول إلى عمر بن الخطاب: تعلموا العربية، أهمية العلم، تعلموا العربية مثل القرآن، اقرأ، تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة. تخيل يعني انت هذا خليفة من الخلفاء الراشدين كتب لنا كلمات عشان نعيش اذا بدك مروءتك تزيد اذا بدك اذا في انت عقل تزيد ما لك العربية لا بيكون الفرنسيين لا بيكون السريانية لا بيكون اليهودية ولا شيء قال العربية معناته العربية لها دور ثاني حضرنا لنانسي الرقة وجوز كلها الرائع جراح النور بالمكتب الوطني فكانت واحده من الشغلات اللي موجوده بالكتاب والتي لفتت انتباهي بصوره عظيمه ان اكبر ظلم للحلم ان تضعه في ميزان من ليس لديه احلام فاذا كان مدرسك لا يملك احلام ما عندوش بعد نظر فكيف احنا بنقدر نعرف الاطفال وبنسمح له انه هو يعلمهم او انه هو يسهل في